هم عليها. ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لتعلم أني أنا الرب في الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخل الذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لآلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح ركس المصريين لرب إلهنا. إن ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا لرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صلي لأجلي. فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى رب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يقاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح لرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى رب، ففعل رب كقول موسى، فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبقى واحدة. ولكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا، فلم يطلق الشعب. ثم قال رب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدونني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد، فهاي يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل وعلى الخير والحمير والجمال والبقر والغنم، وبا ثقيلا جدا. ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت من كل ما لبني إسرائيل شيء. وعين الرب وقتا قائلا: غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض. ففعل الرب هذا الأمر في الغد، فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يموت منها واحد. وأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يمد منها ولا واحد، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. ثم قال رب لموسى وهارون: خذ ملء أيديكما من رماد الآتون وليثريه موسى نحو السماء أمام عيني فرعون، ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذ رماد الآتون ووقف أمام فرعون وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم. ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى. ثم قال رب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدونني، لأني هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك، لتعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك لأريك قوتي وليخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذي يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده وماشي إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده مواشي في الحقل. ثم قال رب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل شعب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب رعودا وبردا، وكرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل،
من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل، وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار، صلي إلى الرب وكفى وكفى حدوث رعود الله والبرد فأطلقكم ولا تعودون تلبثون. فقال له موسى: عند خروج من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد أيضا، لتعرف أن للرب الأرض، وأما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم تخشوا بعد من الرب الإله. فالكتان والشعير ضربا، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبذرا، وأما الحنطة والقطاني فلم تضرب لأنها كانت متأخرة. فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب، فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ، وأغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يدي موسى. مجد للثالوث القدوس. أيضا من إشعياء النبي بركاته فلتكن معنا أمين. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء؟ أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. نظرت الجزائر فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت، كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد. فشددت النجار الصائغ الصاقل بالمطرقة الضارب على السندان قائلا عن إلحام: هو جيد. فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل. وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته نسل إبراهيم خليلي، الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها، دعوته وقلت له: أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك. لا تخف لأني معك، لا تلتفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. إنه سيغزى ويغزى الجميع المختازين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربك كلا شيء كالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك: لا تخف، أنا أعينك. لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك يقول رب وفاديك قدوس إسرائيل. مجد للثالوث القدوس. أيضا من يوئيل النبي بركاته المقدسة تكون معنا أمين. نادوا بهذا بين الأمم: قدسوا حربا، أنهضوا الأبطال، ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب، اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رماحا، ليقل الضعيف بطل أنا. أسرعوا وهلموا أيها الأمم من كل ناحية، واجتمعوا إلى هناك، أنزل يا رب أبطالك. تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط، لأن هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أرسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلموا دوسه لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياد لأن شرهم كثير. جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، والرب من سهيون يزمجر، ومن أورشليم يعطي صوته، فترجف السماء والأرض، ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل. فتعرفون أني أنا الرب إلهكم ساكنا في سهيون جبل قدسي، وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد. ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم، ولكن يهوذا تسكن للأبد وأورشليم إلى دور فدور. وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه، والرب يسكن في سهيون. مجدا للثالوث القدوس. وأيضا من أيوب الصديق بركاته المقدسة تكون معنا أمين.
أما الحكمة فمن أين توجد؟ وأين هو مكان الفهم؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء. الغمر يقول ليس هي في، والبحر يقول ليست هي عندي. لا يعطى ذهب خالص بدلها، ولا لا يذكر المرجان أو البلور. وتحصيل الحكمة خير من القلق، لا يعادلها ياقوت كوش الأصفر، ولا توزن بالذهب الخالص. فمن أين تأتي الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم؟ إذ أخفيت عن عيون كل حي، وسترت عن طير السماء. الهلاك والموت يقولان بآذاننا قد سمعنا خبرها. الله يفهم طريقها وعالم بمكانها، لأنه هو ينظر إلى أقاصي الأرض تحت كل السماوات، يرى يجعل للريح وزنا ويعاير المياه بمقياس. لما جعل المطر فريضة وسبيلا للصواعق، حينئذ رآها وأخبر بها، هيأها وأيضا بحث عنها. وقال للإنسان هو ذا مخافة الرب هي الحكمة، والحيادان عن الشر هو الفهم. مجدا للثالوث القدوس الآن وكل ونظهر دور كل أمين. وأيضا من أمثال سليمان الحكيم بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. اسمع يا ابني واقبل أقوالي، فتكثر سنو حياتك. أريتك طريق الحكمة وهديتك سبل الاستقامة. إذ سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر. تمسك بالأدب لا ترخيه، أحفظه فإنه حياتك. لا تدخل في سبيل الأشرار، ولا تسر في طريق الأثمة. تنكب عنه لا تمر به، حد عنه واعبر. لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا. لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. أما سبيل الصدقين فكنور مشرق يتزايد وينير النهار الكامل. أما طريق الأشرار فقد ظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. مجدا للثالوث القدوس.
مجد لابد امين. الرحوم الله ابو ربنا وله، لانه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا اليه واشفق علينا وعضدنا واتبعنا لهذه الساعه، هو ايضا فلنسال ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل سلام. ضابط الكل رب ولانا ايها السيد الرب الاله، ضابط الكل ابو ربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال، من كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا لهذه الساعه. من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربه، كل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الاشرار وقيم الاعداء الخافيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات، فارزقنا اياها، لانك انت الذي تعطينا ولا أقارب وكل قوة، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالنعمة والرفات محبة البشر لوت ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله مجد الكرام والعز وسهول الطليق بك معه مع الروح القدس سواء لك الآن كله وأن ضاد كل آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة أفاتك تمحو إثمي. نعرف باسم خطيئتي أمام في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعك تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هانا زبل أثام حب لبي الخطايا ولدتني يوم لأنك هكذا أخبرت الحق زودحت لي غامة حكمتك ومستورتها تندح علي بزفاق فاطر تغسلني فعبدك أكثر من السلق، سمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المنسحق، اصرف وجعك عن خطاياي وامح كل اثامي، قلب النقي نخلق فيه لا روح مستقيم من جديد في حشائي، لا تطرحني قدام وجعك روح قدوس لا تنزعه مني، منحني باجد خلاصك بروح راس عددني، وعلم الاثم طرقك ونفقون اليك يرجعون الجن من الدماء يا الله الى خلاص تاج لساني وعدلك، يا رب افتح شفتي فخر من تسبيحك لانه كسرت الذبيح كنت الان اعطى لكنك لا تسرب محرقات، فالذبيح لله روح منسحق قلب منكسر متواضع لا يرزله الله، يا الله من صلاتك عبد ناصر وانت بناصر ويشم حيزن قرب راس بحك لقول هللويا. شوي سنينين شوي سنينين ثابتي كيومات كنين كرين كصوتي ونصر امين. صلاة الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ويجون يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا دون ببركاته على جميعنا امين. Holy, 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 pass from the gospel according to St. John. May his blessing be the soul of man. And the comforter, the Holy Spirit, and the Father, the Son, and many must come. He shall teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives, do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. If you heard how I said, I go away and come again unto you. If you love me, you'd rejoice because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I, and now I have told you before it comes, and it does come to pass, you might believe. I'll not talk much of you, for the prince of this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me a commandment, so I do. Arise, let us go from here. I'm the true vine, and my Father is a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch in me that bears fruit, he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. Glory be to God forever and ever. Amen. Worship to Christ with your good Father and the Holy Spirit. For you have come and saved us, your Holy Spirit, O Lord, whom you sent forth upon your holy disciples and honorable apostles the third hour. Do not take him away from us, O good one, but renew him within us. Create in me a clean heart, O God, and your right spirit within me. Do not cast me away from your presence, nor take your Holy Spirit away from me. أيها الرب الذي سألت روح قدسك على تلميذك القديسين المقسمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا والصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة
وروحا مستقيما محيا روح النبوة العرفة روح القداسة وعدالة السلطة القادرة على كل شيء لأنك أنت واضع نفوسنا مدير لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. أنينك وعينك استوسي ونستوني ونعمين. O Theotokos, you are the true vine who bore the cluster of life. We ask you full of grace with the apostles for the salvation of our souls. Blessed is the Lord our God. Blessed is the Lord day by day. He prepares our way for the God of our salvation. أنينك وعينك استوسي ونستوني ونعمين. Amen. كل مكان مال الكل كنز الصالحات ومعطى الحياة لما تبدل الحلفين وطهرنا من كل دنس الصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطاتهم السلام اللهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامة وخلصنا ونجي نفوسنا كانينك وعينك استوسيون استونيون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيم في السماء يا قلت الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة كرحمتك رب الخطايانا بأن الذي في السماء تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح صار ربنا إنك الملك والقوة والمجد لأبد أمين ثابت ريكا يموتك نينكا رينكا سوثي ونستون أمين تسبحة صلاة الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا ويقول يغفر لنا خطايانا يعني مزامير تأتين معلمنا النبي بركاته على جميعنا آمين Holy, 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 a passage from the Gospel according to St. Matthew. May his blessing be the soul of man. Seeing the multitudes who went up on the mountain, when he and his disciples came to him, and when he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but the salt loses its flavor. How shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is on a hill cannot be hidden, nor do lay a lamp and put it under a basket. But on a lamp standing in it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Glory be to God forever and ever. Amen. Worship you, Christ, for you, the Father and the Holy Spirit. For you have come and saved us. So you on the sixth day and the sixth hour will kneel to the cross for the sin which our Father Adam dared to commit in paradise.
tear the handwriting of our sins, O Christ our God, and save us. I cry to God, and the Lord heard me. God, hear my prayer and do not refuse my petition. Be attentive to me and hear me in the morning, in the evening, at midday. I say my words, and he hears my voice and delivers my soul in peace. يا يسوع المسيح إلهنا الذي مات على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة حياة الميت موتك الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها أنقذ عقولنا من طهشت أعمال هولية والشوات العالمية تذكر أحكامك السمائية كرافة إنك عينك سوسيون أستونيون آمين Since we have no favor nor excuse nor justification because of our many sins, we through you implore to him who was born of you, Theotokos the Virgin, for abundant acceptable is your intercession with our Savior. O Holy Mother, do not exclude sinners from your intercession with him whom you bore. For he is merciful and able to save us because he suffered for us to deliver us. Let your compassion speedingly reach us. We are exceedingly humble. Help us, O God, our Savior, for the glory of your name. O Lord, deliver us and forgive us our sins for the sake of your holy name. صنعت خلاصا فاصلك على المسيح لان عندما وصلت اليك اضطريت ان على وضع الصليب فلهذا كلهم تسرق الى المجد لك يا رب سابت ريك اذكر لشخص غير الفاسد الصالح طالبين اغفر خطايانا المسيح لنا لان مشيئتك صرت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقت من عبوديه العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك بلدت كل فرعون المخلص لما اتيت وتعين العالم يا رب المجد لك كانينك عينك استاسيون استونيون امين انت الممتلئ نعمه والده العذراء نعظمك لان من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فانهدنا واستحققنا الحياة بدون نعيم الفردوس الأمن أجل هذا ما قد بشكر نغاية المات المسيح إلهنا كلا ليسون كلا ليسون كلا ليسون كرحمتك رب العالمين بان الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لابد امين تسبحة صلاة الساعة 9 من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا ويقول يغفر لنا خطايانا ما زميل تأتي المعلم لنا البركات على جميعنا امين Holy, 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 a personal gospel according to St. Luke. May his blessing be the soul of man.
Also, when they returned to him, all they had done, then he took the one aside privately into a deserted place belonging to a city called Bethsaida. And the multitude of the Lord followed him, and he received them and spoke to them by the kingdom of God, and healed those who had need of healing. When they began to roll away, the 12 came and said to him, "Send the multitude towns and country and abroad, and lodging get provisions for here in a deserted place." But he said unto them, "And give them something to eat." And they said, "We have them more than 5 loaves and 2 fish, and let them go and buy food for all these people, for there are about 5,000 men. And he said to his disciples, "Make them sit down in groups of 50." And they too made them all sit down. Then he took the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he blessed them and broke, and gave to the disciples to sit before the multitudes. And they ate and were all filled in 12 baskets, for many fragments were taken up by them. Holy be to God, forever and ever. Amen. Worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit. For you have come and saved us. O you who tasted death in the flesh in the 9th hour, for our sake, we the sinners, put to death our carnal lusts, O Christ our God, and deliver us. Let my supplication draw close before you. O Lord, according to your word, give me understanding. Let my petition come before your presence. According to your word, revive me. O you who commanded the Spirit into the hands of the Father as you hung on the cross in the 9th hour and guided the thief who was crucified with you into entering the paradise, do not neglect me, a good one, nor reject me, the lost one, but sanctify my soul and my understanding, and allow me to be a partaker of the grace of your life-giving mysteries, that when I taste of your benevolence, I offer you praise without lukewarmness, longing for your splendor above all things, O Christ our Lord, and deliver us. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أظهر محبتك للبشر يا الصالح، اقبل منك الشفاعة من أجلنا، نجي مخلص شعب متواضع، لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل القديسة. دماغك مفتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك. سبتريك إيوك أجبني بماتي. يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب أقبلنا إليك أيها الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك. كانينك عينك سوسيون استونيون عندما نزلت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية يا العالم في فرح لقبوله خلاص وما عشائي فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجلك كل يا ابني وإلهي نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين كريليسون 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 Son, que la ley 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 son. قدوس 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 رب السبوات السماء والأرض مملوءات مجدك كرامتك ارحمنا الله دابتك ولا يسوس قدوس ارحمنا أيها رب الله قد كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ودقائتنا سواك حل واغفر واصلح لنا على أنساتنا صنعناها بإرادة صنعناها بغير إرادة فعلناها معرفة فعلناها بغير خفية وظاهر بغفر لنا جسم قدوس دعا لأنك رحمتك قبل خطايانا أنا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على أرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لدى المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. ثابت إيكا يمتكنين كرين كرسوثي ونستون آمين. تسبحة صلاة الغيوب والنوم المباركين نقدمهما المسيح ملكنا نرجون يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا ذو النبي بركاته على جميعنا آمين.
دوكسا ثيوثي من فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا مين. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف منها وانتهر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وصارت تخدمهم وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه فوضع يدي على كل واحد منهم وشفاهم وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت والمسيح ابن الله فانتراهم ولا داعي يتكلمون أنهم قالوا قد عرفوا أنه المسيح والمجد المجد لله دائما أبدا أمين لكم قول الله بسلام نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح وروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا وارحمنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ ثقل النهار وحر ولم أحتمل ضعف بشريتي لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر لأني هنذا بالآثام حبل بي في الخطايا وردتني أمي فما أكثر أنظر لعلو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. أسأل يا مخلص فتح الحضانة الأبوية لأفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع أخطأت أبتاء إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. آنينك وإنك سوسيون أستونيون آمين. لكل إثم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطية بشوق اعتاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت فإلي أسباب التوبة يسير العذراء فإليك أتضرع بك أستشفع إياك أدعو أن تساعديني لئلا أخذى وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي وممارة الأعداء اهزمي وأبواب الجحيم اغلقي لئلا أبتلع نفسي عروس بلا عيب الختن الحقيقي. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي قام وارتفع السماء ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل عند دور كل بدين أمين. يا سلوس قدوس ارحمنا سلوس قدوس ارحمنا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا ثيابنا خزلات يا رب افتقد مرضى شعبك رب اشفينا اجل اسمك قدوس أبانا اخواتنا الذين نقضي بحنفسهم يا من هو بالخطية رب ارحمنا الذي بالخطية بعن مقتربات هيك المجد واستقدس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لدى المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين. السلام عليك نسألك تقدس سمت المجد عزرا كل حين والدة الإله أم المسيح سيد صلاة المركب بين خطايانا السلام لا تولد لنا نور حقيقي المسيح لنا عزرا القدس أسأل الرب عنا اللي يصنع معنا حمية نفسنا في خطايانا يا ذو العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك يا العزاء الملك الحقانية السلام الفخر جنسنا ولدت لنا عمانوين نسألك وسكرينا أنت شفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. جويسني دوكسا ثيوثي أوثيمون فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا مين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلن بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب فأقبل بالروح للهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبديا أمين ليكمل قول الله بسلام نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح وروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا ارحمنا. هو زنعتينا نقف أمام الدين عائد مرعوم بطعمك من كثر ذنوبي لأن العمر المقضي في الملاي يستوجب الدينونة لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر وفي الجحيم من يشكر بل إن هادي من ركاد الكسى وتدرى المخلص بالتوبة قال اللهم ارحمني وخلصني. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لك لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشروط قبيحة أمام الدين العادل فأي جواب تجوبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع والمجلس دجنونتك أخشى
والنور شهى علاوتك أجزع عن الشقي المتدنس الراكض على فراشي المتهاون في حياتي. لكن يتخذ سورة العشار قارع عن صدري قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. ايها العذراء تارز بنزلك سريعا مونا على عبدك وبعدي أمواج الأفكار رضي عني وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استركت في سبات العميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملك والإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة. بارك أنت رب. إلى بنا ومتزبرك واسمه قدوس مملو مجد للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكنا عليك لأن الكل تترجى أنك أنت اللي استعطيهم طعمه في حين اسمعنا الله مخلصنا رجاء أكتر أرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا ونجيه من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلا. مبارك أنت يا رب فهمني حقوق. مبارك أنت يا رب أني اللي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضنا لك سلطة لملجا من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمنا وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصنا وعلمنا أن أصنع مشيئتك. لكن أنت وإله وعندك ينبوء الحياة بنورك يا رب نعين النور. فاتح رحمتنا للذين يعرفونك وبارك مستقيم القلوب. لك تكب البركة لحق التسبيح لك أنباء التمجيد أيها الآب والإبن والروح القدس كان منذ البدء والآن للأبد آمين. كاد واعتراف للرب وترتيل اسمك والعلي أن يخبر برحمتك في الغداء وتحقق في كل ليلة. قدوس الله. أعظمك يا من نور الحقيقة ونمجدك يا العذراء مريم لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة المغفرة الخطايا. يا حامل الله يا حامل خطيئة العالم كله اسمعنا وارحمنا امين. كيريا ليسون
لايسون قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءة مجدك كرمتك ارحمنا يا الله ضابط الكل أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا لا تصنعناها بإرادتنا تصنعناها بغير إرادتنا لا تفعلناها بمعرفة وتفعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا رحمتك رب الله خطايانا بأن الذي في السماوات وقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لنا لك الملك من إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم هللويا خون شعبي ما إن إرشوش انت نوتي نارين بو ام بنوتي في اطفتي ام بو نوفي تطمت الو تناوني ناكي بول بنوتي بنوتي
خنوك ثارا عرف مذئب شويس دافيد نمت بمتر مراف شترس الليل بشيل من ماي ثواب ونوتي نوتا مين في سمارو تنجيب نوتي بيوت بي بندو كرتول آمين آمين. Blessed be his only begotten son Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Blessed be the Holy Spirit the Paraclete. Amen. Amen. One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit. Amen. Blessed be the Lord God forever. Amen. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud him, all you peoples. For his mercy has been strengthened towards us. And the truth of the Lord abides forever. Amen. Alleluia. Donc ça betrik ok age obnev mati kenin ke ayin ke son se on astoni onon amin Let us give thanks, beneficent, merciful God, the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ, for he has covered us, helped us, guided us, accepted us to himself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Let us also ask him, the Lord, our God, the Mando Creator, to guard us in all peace this holy day and all the days of our lives. If Nebeb choice, if not, be Bando Creator, if you tempen choice of open, not your open suit, Jesus be a Christus. We thank you for every condition, concerning every condition, and in every condition. For you have covered us, helped us, guided us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray that God have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints, for thou which is good on our behalf at all times, and make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed mysteries for the remission of our sins. Lord have mercy. من أجل هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر امنحنا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وننسى شعبك عن هذه المائدة عن هذه الكنيسة عن موضوعك المقدس هذا ما الصالحات ونفعت فزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو تؤتي سامين كيتو ابن ما I'm choice in the building.
تسيون اهوتيني من شو بتير انت ياكوب افساجز بيتنهاني في اوف طايوت تباكي انت ابنوتي الليلويا سيون تمغنا قوش اورو مينم اورو مي افشو بانخيط اوان صبت اتشوسي افهيس انت اموس شايني الليلويا مانا ابنوتي فيوت بي باندو كراتور مانا ابنوتي بن سوتير Nainan evnote wo nainan kirie le عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الشمام سوى لكليوس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محرين من ثم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس ثم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه فؤاد 12 رسول في منازل الانجيلي مرقس رسول الطاهر شيك بطريقليس فيروس معلمنا ديسقوس قديس اسانسيوس الرسولي قديس بوتوت خاتم شيراويس كان قديس يوحنا ذبيل ثم قديس كيلوس والقيس باسيلس والقيس وغوريوس من وفاة 318 اجتمع منيقم هيقم سلطانتهم متين بافسوس فابينا المكرم البابا المعظم بطرس الثاني وشريكه في الخدمة الرسول بسكوت مكرم الأنبا مينا فما حقارتي لأنه مبارك ملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وده الدهور كلها آمين Aaron, Os, and
خبي جب سنكرم اتزما نم بكيوت ناغثو نم بابن مايثو وبجي اكيا صوتي من عينا A reading from the epistle of our teacher Paul to the Romans. May his blessings be upon us. Be upon us. Amen. For if those are of the law are higher as the faith to made void and the promise made of no effect, because the law brings about wrath, but where there is no law, there is no transgression. Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it's written, I have made you a father of many nations, in the presence of him upon a person whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as thought they did, who, contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised he was also able to perform. And therefore it was accounted to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us it shall be imputed to us who believe in him, and believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into his grace, in which we stand and rejoice in hope of glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverances, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. The grace of God the Father be with us all. Amen. الكاثوليكون من رسالة بطرس الأولى بركاته علينا أمين. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدفوا عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. لا نال وقت الابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فإذن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته، والذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد. آمين. نسمع
ثوس نيم بي ابن بماي ثوب جيك إيك سوتي مناينا لبرقسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معي ومعكم يا أبي وإخواتي أمين. وقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء، وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة. فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له: أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان المرقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداءة. فتذكرت كلام الرب كيف قال: إن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس كريستوفوس، وكان هذا القديس ده هيئة بشعة وجسم كجسم الجبابرة، ولكن نفسه كانت وديعة صالحة. ولما وقع أسيرا في يد الجند الأمير ديسوس الملك الوثني، أخذ يوبخ الجند على تعذيبهم للمسيحيين، فضربه رئيس الجند فقال له القديس: لولا إن وصية المسيح التي تعلمني ألا أقابل الإساءة بمثلها لما كنت أنت وجندك تحسبون شيئا أمامي. ولما علم ديوسوس بأمره أرسل 200 جندي لإحضاره، فحضر معهم وحدث في الطريق أن الخبز فرغ منهم إلا قليلا منه، فصلى القديس وبارك الله في هذا القليل فصار كثيرا، فأكل الجند متعجبين وآمنوا بالسيد المسيح له إله كريستوفر. ولما وصلوا إلى إنطاكيا اعتمدوا على يد الأنبا بولا الباتريارك. ولما وقف كريستوفر أمام ديسوس ارتعب من هول منظره، فلاطفه وخادعه وصرفه من أمامه، ثم أرسل إليه امرأتين جميلتين ليستميلاه إلى الخطية، فوعظاهما وآمنتا على يديه معترفين بالسيد المسيح أمام الملك. فأمر الملك بقطع رأسهما ونالتا إكليل الشهادة. أما هذا القديس فطرحوه في قدر كبير فوق نار متقدة فلم تمسه النار بأذى، فتعجب الحاضرون وآمنوا بالسيد المسيح. ثم تقدموا لإخراج القديس من القدر، فأمر الملك بقطع رؤوسهم، وأخيرا أمر الملك أن يعلق في عنق القديس حجرا ثقيلا ويلقى في جب، فانتشله ملاك الرب سالما. فلما تحير الملك أمر بضرب عنقه ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. أجيوس أوسيوس أجيوس الشيروس أجيوس أساناتوس وإكبر ثينو جنتيس
ليسون مس أجيوس أثيوس أجيوس يشيروس Αγίος ασάνατος ο σταυρό της δίμες ελέησον ημέν. Αγίος ο Θεός, Αγίος ησχυρός, Αγίος αθάνατος ο Αναστάς εκ των νεκρών και ανήλθον Ιεστος ουρανός ελέησον ημές. Δόξε πατρί και υιώ και αγίω πνεύματι καίν ειν και αεί και εστός αιώνας των αιώνων. Αμήν αγιατρίας ελέησον ημέν. Ἐπί προσευχής αθήτε. Mestre Lord Jesus Christ, God, who said to his holy disciples and honorable apostles, many prophets and righteous men have desired to see things you have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes for thee, see and ears for thee hear. May we be worthy to hear and to act according to the holy gospel through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. Lord have mercy. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وعصونا ان نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها اليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Σταθείτε μεταβό, ο Θεό ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο. Εφεσμαρό, την γεύη εθνιών χενευδάμ, σου εσύ την ηγόμ, κύριε φλούγγισον εν το καταλού και να γίνει Ευαγγέλιο του Αναόνοθμα. Εσύ, Κύριε. Fear of God and listen to the Holy Gospel, a reading from the Gospel according to our teacher, St. Luke the Evangelist. May his blessing be with us all. Amen. Amen. Choice open, not open, all open, so Tiriso is first to Sipiri Piton, Pion of Shiny, Pio Fapin, not a patient, ain't to be any Tirami. I seek here. Of our teacher David, the prophet and king, may his holy blessing be with us all. Amen. For great is your mercy toward me, and you have delivered my soul from the depths of Sheol. Oh God, the proud have risen against me. In the name of the Lord, our Lord, the God, Savior, and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is glory forever. Amen. He also spoke this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it,
and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, look for trees, I have come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why does it use up the ground? But he answered and said to him, sir, let it alone this year also, until I dig around and it filterize it, and if it bears the fruit, well, but if not, after that, you can cut it down. Glory be to God for ever. Tihirin entef noti thete chosi enos niven es ariene. Ten eitchen bechrestos Isos ben shoy. Salamullah illazi yafuku kullu aqlin yahfazu qulubakum bil masih yasua rabbana. Ayer novi, ayer novi, bashois Isos goni evol, jemmon vokenat, er novi ozi emmon chois enat ko evol. Achtatu, achtatu, ya Rabbi Yesu'a, igfirili. لأنه ليس عبدي بلا خطية ولا سيد بلا غفران جبن يوتتخن في أوي مارب طوان جبكران مارس إن جتك مت أورو جيبو ببي أوشاني أني جيف إزمارو تنجيب يوتني مبشي يرين بابني بما إثوات تتري يا سجيك بولت نوشتم مستنتي أوناس إن صفيت روس خمين كريلايسون كريلايسون خنوم إثمين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وأن مريم عذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبسق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق والأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جميع رسلية ونعترف معمودية واحدة المغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي من تينغوش تيفول خايت انتي أناستاسي سنتيني ريفموت نمبي اون خنتي بي اون اسنيو Joseph Keys, Tathite. Etob Nevmate, yes, oh God, the great and eternal, who formed man and incorrupt, shun and death, which entered into the world through the envy of the devil, you have destroyed by the life giving manifestation of your only begotten Son. Our Lord, God and Savior, Jesus Christ, you have filled the earth with the heavenly peace by which the host of angels glorify you, saying, glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill to all God's men. Praise
Pray for perfect peace, love, and the holy apostolic greeting. Lord, have mercy. بمصارتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بين طرح في دينونة من موهبتك غير الماء السمائية بالمسيح يسوع ربنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. يتن برز بي انتي تثيوتو كوستو بماري بشوي صاري متنان بكوي بولنتين النوب تنوش تمكو بخريستوس نم بكيو تناغثوس نم ببن بمعث او بجي اك اي اكسو تيمون إلي أسرينس سيسيا إنيسيوس Aksion kedike Meet and light, meet and light, truly indeed it is meet and light. O you the being master, Lord God of truth, being before the ages and reigning forever, dwells in the highest and looks upon the lowly, have created the heaven, the earth that is therein. The Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ, for whom we have created all things seen and unseen, who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy power. Before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Towards the east. أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة. يسبحون دائما بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السباط السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس أجيوس
قدوس 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 بالحقيقة أيها رب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عن قيدنا الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. Us the ways of salvation, he granted us the birth from earth through water and spirit. He made us unto himself a congregation and sanctified us by the Holy Spirit. He loved his own and the world and gave himself up for our salvation unto death, which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. Amen. I believe. He arose from the dead on the third day. He ascended into heaven and sat at your right hand, O Father. He has appointed a day for recompense on which he'll appear to judge the world in righteousness and give each one according to his deeds. According to your mercy, O Lord, and not according to our sin. He anointed you for us this great mystery of goodliness, for being determined to give himself up to death for the life of the world. We believe. He took bread into his holy, spotless, unblemished, blessed, and life-giving hands. We believe that this is true. Amen. Towards heaven to thee, O God, who art his Father and my servant, and giving thanks. Amen. He blessed them. Amen. And he sanctified them. Amen. We believe, we confess, and we glorify. He broke it, gave it to his own holy disciples and saintly apostles, saying, take, eat of it, all of you, for this is my body, which is broken for you and for many, to be given for the remission of sins. Do this in remembrance of me. This is true. هكذا أيضاً الكاس بعد العشاء مزج من خمر وماء وشكر. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. أيضا نؤمن ونعترف ونمجد و
وذاق أعطى إذن تلميذه والقديسين ورسل قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نبشر فيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورجاء نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك الخبز يجعله جسدا مقدسا له نؤمن and this cup also the precious blood of his new covenant again I believe given for the remission of sins and eternal life to those who partake of him. Amen. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. اجعلنا مستعقين كلنا سنتنا ومن قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين تكونوا الباد اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب This which you have acquired to yourself with the precious blood of your Christ, keep her in peace with all the Orthodox bishops are in her foremost. Remember, O Lord, our blessed one, our Father, Archbishop, our Patriarch, Papa, Avatar, the Second, and his partner, the Apostolic Liturgy, our Bishop of Amina. Lord, have mercy. And those who rightly define the word of truth with them, grant them unto your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, the Orthodox Hegumens, priests, and deacons. Lord, have mercy. And all the servants, all who are in virginity and the purity of all your faithful people,
Remember, O Lord, to have mercy upon us. Have mercy upon us, O God the Father, the Pento Creator. اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديار أبانا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم والساكنين فيها بإيمان. شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك صارخين ارحمنا بك بالقلب الواحد أعطي طمأنينة لكل العالم مزاجا حسنا للهوى تفضل أبوية السماء وثمرات الأرض مياه الأنهار زرع شبيرات الحقل في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب Raise them to their measure according to your grace. Give joy to their feast of the earth. May its furrows be abundantly water and food be plentiful. Prepare it for sowing and harvesting. Manage our lives as deemed fit. Bless the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, for the sake of us who wanted you and seek your holy name. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness, so you gives food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we too, having sufficiency in everything always, may abound in every good deed. Lord, have mercy. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي.
for these holy and precious gifts, our sacrifices, and no soubriquet. Sacrament of your only begotten Son, that we share in the commemoration of you, all saints. Graciously accord, O Lord, remember the saints have been since the beginning, our holy fathers, the patriarchs, the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, and all the spirits of the righteous, perfected in their faith, most of all, the pure, full of glory, ever virgin, holy Theotokos, Semen. Truth, give birth to God the Logos. والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد قديس تفانوس عيش ممسا والشهداء نازل آل إنجيل إيمان قصة رسول الطائر الشهيد بطر قديس تجريس معلم نديوس قلوس القديس أثناس يوسى رسولي قديس بطر الشهيد طائر كان القديس يوحنا ذابيل فم قديس ديوسوس والقديس ثيوفيلوس القديس ديمتريس والقديس كيرلوس والقديس باسيلوس والقديس أوريوس النقلات والقديس أوريوس صنع العجائب والقديس أرغيوس الأرماني الثلاثة مئة وثمانية عشر اجتمعوا من يقرب يقرب بقسطنطينيتين بأفسوس أبان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاث أنبا مقالات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبان بانس القموس أبان بابي شوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببول الطموي حسقيال تلميذ وسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيوخ شات والقول القديس أنبا موسى أحمس كامل القس أبانا بدين القموس أبانا بثيروس القس أبانا بخوم صاحب الشركة تدرس تلميذه أبانا بشن رئيس متحدين وأنبا ويصا تلميذه وكل مصافق الديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا اسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم اجمعين واغفر لنا خطايانا المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب كل واحد الذي ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل رب أن تذكر نفوس عبيدك الذين رقدوا في الكهنوت مثلث الرحمات مثلث الطوبة أبونا تدرس تدرس وأنفس عبيدك لهم تذكار السنة المرحومين إدوار حنا تودرس نهرين يعقوب مايكل بباوي كريال عيسون دوس أولون أصول ذو أستيك and I put them in the paradise of joy in the region of the living forever in the heavenly Jerusalem in that place and we too who are sojourners in this place keep us in your faith and grant us your peace unto the end. كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دارين
throughout the way into your kingdom, that adding this also in all things your great and holy name be glorified. Bless and exalt in everything which is honored and blessed together with Jesus Christ, your beloved Son and the Holy Spirit. Peace be with you all. And with your spirit. أيضا فلنشكر الله ضابط الكل وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس أن نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية الغير المائتة. آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك اللذان لمسيحه الضابط الكل رب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. إيريني باسي توب نغماتي أنت والله الرحوم مخلص كل أحد الذي تجسد لأجل خلاصنا الذي أضاء لنا نحن الخطاة الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة بسر لا ينطق به الذي أنقذنا من الموت وأعطانا جسده المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا الذي كلم الجمع وتلاميذه القديسين ورسل أطهار قائلا هذا هو خبز الحياة الذي نزل من السماء ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. فلهذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وأجساد وقلوبنا لكي بقلب طاهر نجرؤ بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين إما Oh, Jesus, and choice. Tuskifalas imon tokireo. Εκκλεινά Ααα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 
ننصت بخوف الله مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح وقدوسنا روح القدس آمين واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين إيرني بانسي جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين The holy and precious body and the true blood of Jesus Christ the Son of our God Amen Amen Soman in Piesnov in Te Emmanuel Penuti, Fai Pechen Omith Mi, Amen. Amen. Tenati. Amen. 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 I believe, and confess with last breath that this life-giving body of the only begotten Son, our Lord and God and Savior, Jesus Christ, took from Our Lady, the Holy Theotokos, Saint Mary. He made it one with his divinity without mingling, without confusion, without alteration. He confessed the good confession before Pontius Pilate. سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى أن خلاصا غفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين Amen, amen, amen. I believe. I believe that this is true. Amen. Pray for us and for all Krishna said to us concerning them. Remember us in the house of the Lord, the peace and love of Jesus Christ be with you. Let us sing Alleluia. Pray for the worthy communion of the Immaculate Heavenly and Holy Mystery. Lord have mercy. Oh.
Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egon. Barak ilayt bismur Rab, ismu erof erihi jen, tef met gori Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor es moerov kata eb ashay entetef mit nishti alelo Jesus, be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor Esmo erof chen o esmi en salben gus eliloya Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor Es moerof chen opsaltirion nem o kithar alleluia Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor Esmo erof chen ahan kem nemahan choros alleluia Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor Es moerov chen hankep nem organon alleluia Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor Es moerof chen ankem valon eneseto esmi alleluia Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor Es moerov chen hankem valon enti owe eshtleloi alleluia Jesus be Christos erneste vineri egon enemen eho nememen egor Enivin maro ezmotiro efron enepshois ben noti alleluia يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبب
نسبح في جميع قدسي هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. سبحوه في جلال قوته هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. سبحوك كثرة عظماته هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. سبحوه بصوت البكاء هللويا. سبحوه بسنك حسنات الصوت هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. سبحوه تهليل هللويا هللويا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. دوك سبتريكيو كي عجيو ابن فماتي هللويا. عيسوس بخريستوس ارنستفين ريجون اني من ايون من ايجون كنين كي اي كي استوسيون استونون امين هللويا. ايسوس بخريستوس ارنستفين ريجون انه من اهو نمه من ايجون هللويا هللويا.
Isus be Christus erneste vinere egon en emen eon emen egon. Alleluia, alleluia, be ofa benote be alleluia. Isos be Christos epshiri eme noti sotem eron awonaina. Tubal roham alal masakin fin rahmah والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروحهم في يوم عصم نرموش ريق دائم والملائكة تفرح بالصايم قم استيقظ يا نايم وابدع من اول خين فران بالصوم ارتفع غضب الديان عن مدينة نينوى في ذلك الزمان حين صام الرضع من الولدان وتابت بكرازة يونان تابوا وصاموا ثلاثة أيام كبارا وثغارا وبقرا وأغنام حتى رضيع اللبن فطموا وصام فعم الصوم الأدم والحيوان طوبى للرحمة على المساكين فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل لبروح قدس فيهم جليل وشريف سر الصوم يجلو عن القلب الهموم وبه نغلب سلطة نوم ونهزم قوة شيطان حين صم موسى قهر أعداءه ومن فرعون وقف معه نجاه والرب الإله قد أعطى في يده لوحة غفران خاطب رب بلا امتناع وتمتع بلذيذ السماء وصار اسمه في كل البقاع يتلوه كل لسان Аминов, возможно, как маленький несен чей-то Иисус, 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 Аминов, мы в небе, 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 в неб
يا ملاك هذه ذبيحة طالوا بهذه التسبحة أذكرنا نسبح مع الملائكة قليل مجد الله في العالى على أرض السلام بالناس المصرة ثم تسكي ما تسمون وجنستي ومتألف انتي سفتو في خارستي سوم من دوك سابتري كي يوكي عجيب نغماتي سوم تسكي ما تسمون وجنستي ومتألف انتي سفتو في خارستي سومين كينين كيعين كيستوسيون استونيون عام فاي بيبي سومانين بيس نوفن تيبي مونو كينيسين نوتي نايطان تشيئي فولن خيتو مارن شيبي موتن طط مارن هوس نمني انجيلوس نمني تغمن تيبشيسي نيم بخرس انتنيثمي نوشي فولن قوهم مجي فيت افر نستيفن ايري ايقون نمي او نمي ميقور شو بيروك اني نستيا كوني فول اني انوميا ايتن انطف نبرز في انتي تشويس اني بماريا صوتي امون وانا ايناين كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا افلوغي سون امين ازمو ايرو بزمو ايرو فستيمي طاني كوني ايفول قويم باسمو يا خريسوس بنوتي امين اساشو يا رب يا ملك السلام اعطينا سلامك قال لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين اللهم اجعلنا مستحقين يا رب ان نصلي بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد شركه موهبه وعطيه الروح القدس فلتكن مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم تعيشوا عائلة. وتصلوا كل سنه وانتم طيبين Thank you.